نوفا فين امال؟ ماما في الشغل. شغل ايه النهارده السبت؟ لا ما الدروس بدأت. انت عارفه ماتشات كاس العالم؟ الدروس بقى اللي قبل السنه ما تبدا دي عامله زي الماتشات اللي بتاهلك للبطوله، هي مش هتتاخر ما تقلقيش. المهم انت نقول مبروك. ليه بس؟ العريس ما عجبكيش؟ مش ما عجبنيش، هو ما حصلش كليك. كليك؟ استلقي وعدك بقى من ماما. طيب استاذ علي انسه حبيبه نتفضل على اوضنا عشان نرتبها مع بعض. انا هرتبها لوحدي. رتبيها لوحدي. لا بابا قال احنا الاثنين. ماشي انتوا الاثنين. لا معلش. اتفضل. يلا انتوا الاثنين. ايه بلاش بقى منكفه. ها قولي لي بسرعه بقى لما فين تيجي، ايه اللي حصل؟ والله مفيش حاجه حصلت يا انسي. طب اسال انا. اسال. جه في ميعاده ولا اتاخر؟ ولا فورمه شعره كانت ملولوه؟ ولا كان حاطط بيرفيوم ريحته مضروبه؟ ولا ايه الموضوع؟ ايه ده؟ انت هنا؟ طب ما انا بكلمك مش بترد عليا ليه؟ ما انا قلت اجي اتغدى معاكوا بقى ونتكلم براحتنا. نتكلم في ايه؟ نص ساعة؟ ما عنش عليك تكملي نص ساعة مع الراجل؟ ايه؟ ما عجبكيش؟ انا بقول لنقعد ناكل لقمة لطيفة، انا عامل دقية بامية هتاكلوا صوابعكوا وراها، وبعدين الكلام يحلو. بقول لك الست هرياني التليفونات، عايزة تعرف ايه السبب؟ اكلمتها كتير. قوليلي، ايه اللي حصل؟ انا جعانه بس ممكن نقعد ناكل وهحكي لك واحنا بناكل. لا انا عايز اعرف دلوقتي. انا بنبه بس ان الاكل ممكن يبرد نسخنه يفقد قيمه الغذائيه حبيبتي. معلش 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 يا انسي، خلي بالك بس عشان حصل ايه؟ ما حصلش حاجه. يعني ايه ما حصلش حاجه؟ ما انا هقول لك، انا كده ما استريحتش، طول الوقت بيتكلم عن نفسه. امال هيتكلم عن مين؟ عن كلب الجيران؟ ما طبيعي واحد بيقابل واحده لاول مره طبيعي يقدم نفسه ويتكلم عن نفسه. انا فاهمه انه طبيعي، بس انا كده كنت مستثقلاه كده ومش لذيذ. يعني ايه جمله مش لذيذ؟ محظوظ. يعني ايه يتقال على راجل محظوظ؟ عارفه محظوظ اللي كان عم دهب بيغير منه او شبهه كده؟ انا محظوظ ده من اكتر الشخصيات اللي كنت بحبها جدا. انا بقى كنت بحب بطوط. كلنا كنا بنحب بطوط. وأنا. بطوط ده بقى ايه؟ يومين لذيذ تطلعي برحله بس مش تتجوزيه. لما تيجي تتجوزي الجد بقى عم دهب عبقرينه دونجل لما يبطل سرقه، دول اللي وش جواز. كفايه هزار بقى، كفايه استطار. انتي استعجلتي، ادي لنفسك فرصه تانية. ده انتي واقفه قدامي مش لاقيه سبب تقوليه على الراجل عشان ترفضيه.